الفرقه واسمهم ديك الفرقه فرقه تكريم راهم جايين قال لك ما تتقلقوش تسجل يدخل لينا حتى فرقه تكريم وعلى ربي وخلاص راني الله كلهم واحد الاعلام اللي ان شاء الله يشوفوه ينتبهوا له الى عشنا عشنا ولا ما عشناش يا خويا الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي يا موصل الحماية يا رجال يا تعبنا وين تعبناكم 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 ان شاء الله مساكن ان شاء الله والله شاء الله تسمحوا لنا في الدنيا الله يعطيكم انتم ان شاء الله تسمحوا لنا برك والله الله يعطيكم ان شاء الله تسمحوا لنا بارك الله فيك بارك الله فيك والله العظيم هذو مريج الجزائر قعدنا نشهدوا ونقولوا صافا خالتي والله نرحم لك شويه الحمد لله يا بابا الله يحفظكم خاوتنا بارك يعطيكم الصحه اللي حبستونا في الكوع هذه ما بديتش نقول لكم الرجال هذو رجال الجزائر انا هنايا اربي عقل استعفى الله يحفظكم الله يحفظكم الله يعطيكم الخير ان شاء الله ربي يفتح درنا في بالنا قلنا تولوا ما تقدروش نجو لكم خاوتنا انتم راكم خاوتنا وحنا ما نخلوكمش نقدروا نمشوا نقدروا نمشوا معليش اربي عقل معليش مش الله يحفظكم خاوتنا الله يحفظكم الاعزاز تحيه رجال في الجزائر كاين رجال سمى الله غالب هذه الدنيا ما نعرفوش طريق الله غالب رانا في اي الحماية المدنية الجزائرية ربي يحفظكم خوتي الله يحفظكم عيط اللي ما يجوك باسكو في الجزائر وكلش فيها زعما ما يمشيش رجلو جاو في وسط الثلوج الثلج شحال راه ايه شحال راه وصل كاين بلايص يوصل مترا كاين بلايص يوصل مترا كاين بلايص يوصل مترا وجاو مساكن وطلعوا حتى لعندنا والحمد لله يا ربي والحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي هاي يا ساموي انا كاين المساعد شوف لك انت تروح شي عادي ما ممكنش تروح في بالك خوتي بقيت قليل وكان مربط ليش علام في الفوطة وما ريحتوش في هذيك البلاصة وبدلتو البلايص قال لي رايحين يصرافين على الباطل ما نلقاوكمش قال لك شحال من واحد مات هنا وتودر الحمد لله